نكمل الاسئله. السؤال الاول مين يقراه؟ ها وين الشباب الابطال؟ السؤال الاول ايش يقول؟ ما حكم صلاه الجماعه؟ اذكر الدليل. اول حاجه حكم صلاه الجماعه زي ما قلنا صلاه ايه؟ ها مين يتذكرها؟ واجبه. يعني واجبه عليك، لازم تصليها في المسجد. واجبه على الرجال في المسجد. على الرجال ايش؟ لكن النساء يصلينا في البيت. تمام؟ بل ان صلاتهم في البيت افضل من صلاتهم في المسجد. واجبه على الرجال في المسجد. في الايش؟ في المسجد. الدليل هنكتب بس الحته اللي تخص الايش؟ الجماعه. قوله تعالى، تمام؟ قوله، قول الله عز وجل، قوله واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين. ماشي يا شباب؟ طيب في آية في سورة النساء، الآية 102. أنا أقول لكم بداية الآية وأنتم إيش؟ هيكون برضه في السؤال هذا واجب فيها إن شاء الله. بس أنا أقول لكم الآية، صفحة أو سورة النساء آية 102. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذا يا إخوان دليل على أن الصلاة الجماعة لا تترك حتى في الحرب، فما بالك باللي ما عنده مشاكل واللي سليم واللي معافى ثم تجده يصلي في البيت. تمام؟ هذا يكون واجب إن شاء الله. خش على السؤال اللي بعده. اذكر ثلاثة من فضل صلاة الجماعة. تمام؟ ثلاثة من فضل صلاة الجماعة. اكتب أول شيء تشهدها الملائكة. تشهدها الملائكة. الفضل الأول. الفضل الثاني أكبر أو تكبر صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. تمام؟ بسبع وعشرين ايش؟ يبقى أول حاجة تشهدها الملائكة، الشيء الثاني تكبر صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة، الشيء الثالث كأن من صلى كأنما صلى أو قام الليل كله، كأنما قام الليل كله. تمام؟ وبكده يبقى خدنا صلاة الجماعة وأنها واجبة على الرجال دون النساء في المسجد، وخدنا الدليل واركعوا مع الراكعين، وخدنا الأجر المترتب عليها أن الإنسان المصلي في المسجد ياخذ أجر 27 حسنة أكثر من المنفرد، وأنها تشهد الملائكة، وأن هو من صلى العشاء والصبح في جماعة كأنما قام الليل كله. أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد، وأن ينفع الله بكم الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.